السلام عليكم. حبيتش نجيو لنابولي وما نمشيوش نشوفوا حاجه بالبيت الامر في امور الميكانيك وكل دونك جينا للموزي ناسيونال دي شومان دو فير دي بيترا ارسا ان فيت موزي ناسيونال اي فيروفياريو دي بيترا ارسا اللي هو في نفس الوقت مكتب وفي نفس الوقت معمل بدأ في القرن 19 1835 الحقيقة أنا دخت كيفاش عطاو قيمة وقدر للباتريموان نتاعهم في روفيي باش نوريكم بالكومبارتيمون بالكومبارتيمون ثم اللي مقابل هذاك فيه تاع ترونسبور عادي وهوني وراو كيفاش دي موديليزاسيون تاع ندخل نشوفو زاد هذايا في البارتي هذيك الثالثة ثم كل الآلات وكل اللي يستعملوهم وفي البارتي الرابعة هذيك ثم التران دو فواياجور أفوار بالحق حتى كان طويلة الفيديو الحقيقة حاجة دوخ بالحق شفت حاجات مغرومة من التاريخ وكل برشا أما اللي ريت عملوه هنا دخت كومبليتمون والبلاصه لازم عليكم شويه تصاور البلاصه هاي نبداو بالكومبارتيمون جوست بور لانيكدوت قبل ما نمشيو بالكومبارتيمون اون فيت انا عملت اون دوموند على معناها بعثت لهم ميل وكل قلت لهم باش نجي نصور خاطر حبيت باش نبدا الدنيا فارغه شويه وكل يا اخي قالوا لي هاي بيان سور يجا كل شيء عطوني رونديفو نهار الاحد لحداش وقالوا لي تقابلك المدير هاي قابلنا مدير فرح بيا وكل شيء ايه بان بعديك شوية كملت انا قاعد ندور كيما تراو فيا حكاية يا اخي نلقى عمك المدير ذاك هو اللي يسوق في الترينو هذايا الصغير بالحق معناها مش تفهموا القوة ماهيش حكيت بوست وقت اللي جاني جاو معاه ثلاثة قعدوا يحكيوا معايا وكل شيء وقالوا لي في تونس شنو تعملوا وكل شيء ومن بعد وين نلقاه يسوق في التران هذا يدور بالصغار ويفسر لهم باش تفهموا اهميه القرايه واهميه الكوتي ديداكتيك خاطر تو لي فيش الكل مدرت انا عملت دوره قبل ما نحكي لكم كيفاش يحكيوا على توسكي ديداكتيسيال وكيفاش يقريوا التلاميذ هنا على توسكي الانجينيوري تنحكي لكم بعد شويه يزيتو ان توكا دونك والله سيدة وخوكاو يفوت تتخ أمبل في الحياة وكاو هاي هاتو تسويتين